نجدد الترحاب والتحية بمشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامج ضيف خاص. جدل كبير تخلل النقاش الدائر مؤخرا حول تقاعد البرلمانيين، انتهى بقرار تصفية نظام معاشات نواب الأمة في انتظار أن يتم اتخاذ نفس الخطوة في شأن المعاشات التي يتقاضاها أعضاء الغرفة الثانية مجلس المستشارين. ففي سياق هذا الجدل وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها ميزانية الدولة في سنة 2020 وستعيشها في سنة 2021 بسبب الجائحة، يتساءل العديد من المواطنين واش الوزراء بدورهم عندهم استعداد للتخلي عن معاشات تقاعدهم إسوة بالبرلمانيين. للجواب عن هذا السؤال أو التساؤل الذي اخترناه لحلقة اليوم، نستضيف الوزير السابق والعضو الحالي بالفريق الاستقلالي بمجلس النواب الحسن حداد. الحسن حداد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. سي الحسن، لا شك أنك تابعت الجدل الذي دار مؤخرا حول الإشكالية ديال تقاعد البرلمانيين. واش أنت كنتي مع الداعي لتصفية هذا النظام نهائيا اقتداء بالحكمة ديال المثل اللي كيقول الباب اللي جيلك منه الريح سدو استريح، أم أنك كنت من المطالبين بضرورة العمل والاكتفاء بإصلاح هذه المنظومة ديال التقاعد البرلمانيين؟ لا، أنا في الحقيقة كنت طالبت يعني منذ زمان بأنه هاد يعني المنظومة ديال التقاعد خصنا ما تكونش، خصنا نصفيها، وهذه طالبت بها يعني منذ سنتين ولا 3 سنوات، مع العلم انه هذا الصخب اللي دار حول هذه القضيه ديال التقاعد ديال البرلمانيين ما مفهومش. علاش ما مفهومش؟ لانه اولا هذا التقاعد ما بقاش منذ 2017، هذه 4 سنين باش هو واقف دار فايت. والمشكله اللي كاينه الثانيه هو 4 سنين هما كيقتطعوا البرلمانيين تقريبا 61 مليون درهم اللي مقتطعين البرلمانيين بدون يعني موجب قانوني في هذا الاطار هذا، بقوا تيقتطعوا ولكن ما كيستافدوش الاخرين. وتنظن انه الاشكاليه اللي كاينه في هذا التقاعد اللي كاين وهو انه من الاول ما بداش على اسس اللي هي صحيحه، لانه من الاول كان يعني انه الناس اللي كاين واخا مازال ما وصل سن التقاعد تيتقاضى التقاعد، يعني تيسالي الفتره ديال البرلمان ديالو تيتقاضى التقاعد. ولكن ما فيها باس، انا تنظن ما عرف واش هادو غادي في اطار الاسئله ولا لا، ما فيها باس نعطيو بعض الارقام باش يعني حتى المواطن يفهم شنو هو جاري وشنو اللي كاين. يعني تفضل، هذا هو الهدف سي الحسن. هذا هو الهدف. دابا واحد المساله اللي كاينه انه البرلماني، لانه دابا فاش تشوف فيسبوك وتشوف الناس كيتكلموا وداك الشيء، كاين بعض الكثير من الامور ماشي دقيقه وماشي صحيحه. برلمانيين كياخذوا تعويضات 8 مليون 9 مليون 7، ما كاينش داك الشيء. اللي كاين هو انه البرلماني اللي عنده بروت عنده 36 الف درهم وكتاخذ منها الاقتطاعات الاقتطاعات ديال المسائل المتعلقه يعني كثير من الاقتطاعات اللي تكون الاغلبيه ديال البرلمانيين كتوصل يعني تياخذ واحد الصافي شهري ديال 22000 ولا 24000 ولا 25000 اعتمادا على شحال كياخذ تياخذ له الحزب ديالو. اذا راه كاينين ما بين 22000 و 28000 درهم، هذا هو يعني الصافي ديال الاجر، الصافي ديال الاجر اللي قضاه البرلماني. اذا هذيك المساله ديال انه راه البرلمانيين تيتقاضوا شي حاجه كبيره ما كايناش، هذه الاولى. المساله الثانيه انه هذه المساله ديال التقاعد غير مستديمه، لانه المساله ديال التقاعد اش تيكون فيها؟ خص يكون فيها بزاف ديال الناس كيشتغلوا وواحد شويه هما اللي كياخذوا التقاعد. كان ممكن لو انه داروا هذا الصندوق وداروا بناء على يعني الناس اللي غيوصلوا 65 سنه وربما محتاجين ولا شي حاجه، وإذا الكل كيساهم في إطار تضامني وغادي تعطاهم واحد التقاعد كان يكون مزيان، وكان ممكن أنه يديروه بلا مساهمة ديال الدولة، يديروا يعني البرلمانيين فيما بينهم يديروا واحد يعني تقاعد تضامني. التقاعد التضامني تكون اختياري، تعطي واحد 3000 ولا 4000 درهم من جيبك يعني كل شهر، وهذه كتساهم في واحد الصندوق. وفاش كيوصلوا يعني البرلماني 65 سنة اللي هو في حاجة، لأن كاين اللي ما عندهمش ماشي في حاجة لهذه المسألة، اللي هو ما عنده لا دخل
ولا حتى شي حاجه يعني في هذاك الوقت ديال 65 سنه، وغيكونوا قلال ماشي بزاف، يمكن لهم يستافدوا من واحد التقاعد التكميلي في هذا الاطار. كان هذا هو فين خصنا نمشيو، ولكن مع الاسف انه كان كثير من البرلمانيين راه تتقطع عليهم، يعني هذه منذ اربع سنوات كنت تتقطع له، هذه من 10 سنوات 15 سنه، كاين اللي وصلت ل 25 سنه، اللي برلماني مده 25 سنه كيقتطعوا له. وهذوك التعويضات اللي كانت تتعطى قبل 2017 شحال كانت تتعطى باش الناس يعرفوا شنو كان جاري؟ كان اللي دوز خمس سنين كتعطى 5000 درهم، واللي دوز 10 سنين كتعطى 7000 درهم، واللي دوز 15 عام كتعطى 9000 درهم. ولكن هو غير مستديم من الناحيه الاكتواريه، لانه ما كاينينش بزاف ديال الناس اللي هما كيساهموا، وهذوك المستفيدين كانوا كثار، لانه اللي خرج من البرلمان كيستافد. ما كانش عنده يعني واحد، خصوصا الشباب ديك لائحه الشباب، خصوصا الشباب، وما كانش عندها منطق، ما عندهاش منطق لا اكتواري ولا منطق انه الدوله ما خصهاش تساهم، خصها تخرج من هذه المساله هذه. وثانيا ما خصهاش تعطى للناس اللي هما شباب، تعطى الناس اللي ما وصلوا مثلا للسن ديال التقاعد، وتعطى اللي هما محتاجين ليها بالفعل، لان كاين اللي ما محتاجش ليها. هذا هو فين كان خصو يمشي الصندوق ويكون عنده يعني واحد المقومات ديال صندوق تضامني للتقاعد. مع الاسف ما كانش هذا الشيء، وتوقف هذا الشيء منذ اواخر 2016 بدايه 2017، ومع ذلك بقاو يعني انهم تقتطعوا البرلمانيين، وهذا يعني في حيف كذلك يعني انك تقتطع للناس، وهو يعني الصندوق تقريبا واقف، وهذوك الفلوس راه تيمشيو لصندوق الاداره والتدبير كيستعملهم فيها فوائد الى غير ذلك. واش هاد الفوائد غادي يرجعوهم للبرلمانيين ولا لا؟ واش غادي هاد مثلا دابا فاش غيوقفوا هذا الصندوق هذا غادي خصهم يردوا للبرلمانيين، غيردوا لهادو ديال الدوره ولا غيردوا لكل شيء؟ واش عندهم الامكانيات باش يمكن لهم انهم يردوا لكل شيء في اطار هذا الصندوق واللي فيه؟ هذه كلها اسئله كبيره تروح على تزال معلقه كنا ما نوصلوش لها. نعم سيدي، وقلت لك ولا تزال معلقه، يعني كيفيه هذه الاسئله تبقى معلقه. اللي مزيان دابا انا تنظر اللي مزيان انه وقفنا هذاك الصخاب حول التقاعد البرلمانيين الى غير ذلك، واتخذ القرار، كان كل شيء متفق انه مساهمه الدوله ما تبقاش، وهي راه ما بقاتش منذ اربع سنوات، وانه يمكن اما تمشي في واحد الصندوق اللي هو يعملوه البرلمانيين بيناتهم، ولكن تنظن انه حتى هذه الفكره تجاوزت، ووضع حد المساله ديال التقاعد ديال البرلمانيين. والسلام. واش ما كتشوفش استاذ الحسن بانه بغض النظر على الكيفيه ديال تدبير هذا الصندوق، ولو يكون يعني من الماليه الخاصه ديال البرلمانيين، يعني الا ترى انه يسيء لصوره المؤسسات؟ يعني كتشوف بانه دابا الراي العام كتشوف الناس كتعيش ازمه، وكيشوفوا بانه البرلماني اللي هو اولا كيدخل البرلمان من اجل القيام بعمل تطوعي، هو كيقوم بعمل تطوعي، وانه ربما كيتقاضى اجر في الحدود اللي شرتي ليها، ولكن الناس كتبقى تقول انه كيبقى يتقاضى تقاعد لمده حياه ديالو كامله. يعني هذا كيسيء الرجل التشريع بشكل خاص، ورجل تدبير الشان العام بشكل عام. هو بالنسبه للعمل التطوعي ما نعرف انا، لانه الدستور ما تيقولش بانه العمل البرلماني هو عمل تطوعي. الا بغاو الناس انهم يردوا تطوعي خصهم يتجندوا ويتعبؤوا ويجيبوا برلمانيين اللي عندهم هاد لاجوندا هادي، وهذوك البرلمانيين يعملوا مثلا يعملوا واحد يعملوا يعني واحد القانون جديد، وذاك القانون الجديد يقول هذه راه مساله تطوعيه الى غير ذلك. ولكن هاد الامور هادي دابا راه واقفه هادي اربع سنين، اذا ماشي حتى الازمه دابا عاد كاين. دابا الدوله لا تساهم منذ اربع سنوات، والبرلمانيين يساهمون. ما عرفتش انا كيفاش كتسيء هذه المساله العمل ديال البرلماني، ولكن انا مساله اللي تحز في النفس اكثر هو هذا الهجوم على البرلمانيين. انا نقول لك هذا الهجوم على البرلمانيين، الناس ما عجبهمش الاداء ديال البرلماني، مع الاسف انهم ما كيشوفوش العمل ديال البرلماني. لا هو غير باش نوضح السي الحسن، هو دابا البرلمانيين ماشي كلهم في سله واحده، راه كاينين البرلمانيين اللي كيجدوا وكيجتهدوا وكيخدموا ليل نهار. واحد راه 91% كيجدوا وكيجتهدوا، انا كنشوفهم. كتشوف الغيابات بعض الخطرات كتلقى الغيابات. لا انا نقول لك واحد القضيه، انا كنشوفهم ولكن مع الاسف ما تيبانش هذا الشيء، ربما تقصير من طرف البرلمانيين انفسهم، ما تيبينوش شنو هي العلاقه اللي عندهم مع الدوائر ديالهم. ولكن سول بعض البرلمانيين ما كيعملوش هذه المساله، ولكن الاغلبيه عندهم علاقه مع الدوائر ديالهم، كيحملوا ملفات، كيجوا للادارات الى غير ذلك، والعمل اللي تيقوموا به اللي هو جبار وفي اطار اللجان. واش كلشي كيدير هذا الشيء؟ ماشي كلشي كيدير هذا الشيء، ولكن فاش كدير هذه المساله ديال، فاش كتعمل هذه المساله ديال انه تتوضع كلشي في سله واحده،
تيكون حتى يعني تلخيص ديال العمل البرلماني كان اللي ممكن يعملوه الناس اشنو كان عمل منه، كان يشوفوا شكون هما بعدا اول الفاسدين في اطار البرلمانيين ويقولوا هذا وهذا وهذا فاسد وخصنا نتجندوا كلنا باش هذاك السيد ولا هذاك ما يرجعش للبرلمان. هذه الاولى. المساله الثانيه يقولوا شكون هما البرلمانيين اللي ما كيجيوش، وراه موجوده مكتوبه شكون اللي ما تيجيش، شكون ما تحضرش في اللجان، شكون هادي. اذا هادوك هما البرلمانيين اللي كيضيعوا مثلا فلوس الدوله بلا ما تيقوموا بالواجب ديالهم. كاين وضع كلهم، انا شفت واحد الصوره هذه قبل يومين يعني في الواتساب، جايبين صور ديال البرلمانيين في مصر ناعسين وقالوا بان راه برلمانيين مغاربه بارطاجي هذه. اذا كاين واحد يعني كثير من السخاب والفيك نيوز حول هذه الاستهداف كيكون بعض احيانا، ولكن لا خصها تكون مقاده. الا بغيتي تنتقد البرلماني ننتقدهم على امور، علاش صوت البرلماني واللي ما تيجيش واللي ما كيصوتش واللي ما كيحضرش في اللجان واللي ما عندوش علاقه مع الدائره ديالو ولا اللي هو فاسد، خصهم هادو هما اللي يتعرفوا ويفضحوهم الناس ويتعاملوا معاهم ويسولوهم الى غير ذلك. ولكن توضع جميع في سله واحده هذا راه ضرب للديمقراطيه وضرب حتى. ولكن نقول لك واحد المساله، انا غادي نمشي معك بعيد. مزيان انه الناس كينتقدوا البرلمانيين، ولكن شكون اللي وضع هذوك البرلمانيين؟ وضعتهم انا؟ شكون وضعهم؟ وضعناهم حنايا الشعب، وضعناهم اما صوتنا عليهم ولا ما صوتناش عليهم. ولكن دابا انا اللي نبغي نشوف مثلا في الفيسبوك ونشوف هذه هو الناس يتعبؤوا يتوجدوا للانتخابات، 57% ما كتصوتش، هذوك يمشيو يصوتوا ويديروا برلمانيين جداد، ويديروا برلمانيين ما بغاوش التقاعد، برلمانيين ربما كاع ما بغاوش هذاك الراتب ديالهم، يخرجوا قوانين جديده ويديروا يقولوا حنا ما غاديش ناخذوا غناخذوا تعويضات نهار غادي نجيو ونمشيو في حالنا، يعملوا هاد الامور هذه. ولكن ما يمكنش انه الناس مثلا نهار الانتخابات لا قبل الانتخابات ما كيكونوش حاضرين ما متواجدينش تيقاطعوا الى غير ذلك، وفي الاخر تيمشيو يهاجموا البرلمانيين. البرلمان ماشيش واحد عينه، لانه كانوا ناس معينين متفقين، انا غنتفق معك نقول مزيان هادو معينين ما خصهمش يكونوا، الشعب راه مغاضب عليهم، الناس هادي راه الناس الفيسبوك الى غيره، ولكن هادو راه حنا اللي درناهم، راه اما غادي نتجندوا باش نوجدوا برلمانيين اللي بغينا يكونوا في البرلمان وهي الفرصه جايه، ولا يعني غادي نبقاو دائما راه نفس الاسطوانه غتتكرر، غادي يجيو الانتخابات وغيدخلوا المفسدين وغيدخلوا مالين الشكاره وغيدخلوا هذوك اللي ما تيديروا والو ودوك اللي ما كانوا تيشتغلوا ما والو غيعاود يجوك للبرلمان. وربما كاع هذوك الناس اللي هما مزيانين راه ما غاديش يترشحوا، راه كاين الاغلبيه ديال الناس اللي هما باين لهم بانه راه عندهم القدره باش يعطيو وما باغينش، يعني ماشي داخلين تما بالنسبه للفساد ولا داخلين غير باش يكون عندهم يعني واحد 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 لو تيتر ولا هادي، هذوك ما غاديش يترشحوا. اذا راه واحد المساله المسؤوليه راه مشتركه، المسؤوليه راه مسؤوليه البرلمانيين خصهم يقوموا بالدور ديالهم، مسؤوليه ديال اداره البرلمان كان عليها انه هذه المساله ديال التقاعد التصفيه هذه 4 سنين ونقول احنا سالينا مع هذه المساله، والمسؤوليه كذلك ديال الشعب هو اللي خصو يعطينا برلمان اللي هو في المستوى، اذا بان له هذا بان ماشي في المستوى يجيب برلمان اللي في المستوى، وهذا راه عملوها يعني شعوب اخرى تجندات ودارت حركات، انا مازال ما شفتش حركه قويه موجوده بحال هذا الشيء اللي تنقولوا على التقاعد. دابا كاين واحد الحركه كبيره ضد البرلمانيين موجوده في الفيسبوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي، علاش ما نشوفوش واحد الحركه كبيره اللي تتقول حنا بغينا برلمان اللي هو مناسب للمغاربه، حنا بغينا برلمانيين اللي هما بهذه القدره هذه، حنا بغينا نحاربوا الفساد ديال بعض البرلمانيين، حنا بغينا نحاربوا ذاك القضيه ديال انه الغياب ديال البرلماني، علاش ما كاينش هذا الشيء؟ انا ما فهمتش. ولكن الا بغينا غير نضربوا البرلمان كمؤسسه، انا تنظن هذا خطير على الديمقراطيه. الا كانوا البرلمانيين هما غير ما كيشتغلوش نكونوا بعد عندنا لي بروف بان ما اشتغلوش، عندنا المسائل نشوف شنو كاين في اللجان، نشوف شنو كاين تيدار، شكون اللي تيشتغل، شكون اللي حاضر، شكون اللي ما حاضرش الى غير ذلك، ونشتغلوا بفكر النقدي اللي يكون بناء. انا تنظن نتمنى سي الحسن هاد المعادله يعني تضبط وتكون واحد العلاقه اللي هي متينة وقوية ما بين ممثل الأمة وما بين الناخب. دابا حاليا كنشوفوا بأنه مجلس النواب اتخذ واحد القرار ديال التصفية ديال نظام المعاشات ديال نواب الأمة. مجلس المستشارين تهو عبر من خلال بعض الأصوات البرلمانية بأنه غيتجه في نفس الاتجاه. السؤال دابا اللي هو مطروح، واش الوزراء يعني كنشوفوا، وانت السي الحسن كنتي وزير في الحكومه ديال
السي عبد الرحمن السي عبد الاله بن كيران، يعني واش ما كتشوفش واش كتشوف بان الوزراء عندهم استعداد انهم حتى هما اسوه بالبرلمانيين يتخلاو على التقاعد ديالهم او انهم يقضيو ويصفيو على النظام اللي كيستافدوا منه؟ اولا بعدا هذاك النظام ديال التقاعد، انا مثلا خش تقاعد ديال الوزراء باش كنت غادي نسولك هذا السؤال السلاسل، ولكن المهم انا ما كناخذوش انا ما جاوبتي عليه قبل. وشوف واحد القضيه باش نعرفوا، هذا النظام اللي كاين ديال الوزراء هو نظام تكميلي. ما معنى تكميلي؟ بحال دابا مثلا انت تشوف المصادر ديال الدخل ديالك ولا ما وصلتكش مثلا 40,000 درهم هما تيكملوا لك، مثلا اللي عندك 25 مثلا انت استاذ جامعي مثلا ومثلا انت تقاضى 26 ولا 28,000 درهم بقات لك 12,000 درهم كيزيدوا. هذا هو النظام. ولكن نقول لك شنو كاين الواقع، شنو هو الناس خصهم يفهموا الواقع عادي يتكلموا. هادشي علاش استضفناك سي الحسن، يعني باش نوضحوا، لان كنشوفوا واحد وهو 90% من الوزراء السابقين لا يتقاضون هادشي. عرفتي علاش لا يتقاضوا 90%؟ علاش ما يتقاضوش؟ اما لان عندهم دخل يعني عادي وما بغاوش. انا مثلا عندي دخل ديال البرلماني، يعني ما بغيتش انا انني نمشي نقول خصكم تزيدوني بالنسبه للوزراء. ولكن السبب الثاني وهو انك خصك تعبئ واحد الملف كل سنه، وهذاك الملف فيه بزاف ديال لا ديكلاراسيون دونور وشنو هي المداخل ديالك وشنو هي هذه وشنو هي هذه، وعاده يمكن لك انه تقاضى. اذا كل سنه ماشي اوتوماتيكيا وتيجي بطلب، والاغلبيه الوزراء ما كيطلبوش تقريبا. واحد انا اللي تنعرفهم كلهم ما كيطلبوش هذا التقاعد. اذا هذا راه تقريبا يعني واحد 90% غير موجود، 90% غير موجود. وهذا قرار يعني يمكن اللي يتاخذوا، هذا راه ماشي قرار اللي هو غياخذوه الوزراء بنفسهم. الوزراء راه ما بغاش ياخذ راه ما تياخذش، لكن هذا قرار خصو يتخذ في اطار الحكومه ولا شي حاجه باش انه يقول واش غادي يخلوا لي ولا خلوا لي، مع العلم انه زعما ماشي شي تقاعد اللي هو فيه شي يعني انه يعني عنده تاثير كبير جدا على مالي الدوله، لان الاغلبيه الساحقه لا تستفيد به. تقريبا ما قلتي 10% تقريبا اللي كيستافدوا منه انا تنظن، انا ما عنديش يعني الامور مضبوطه، ولكن انا تنظن واحد 10% فقط هما اللي كيستافدوا من هذا التقاعد. يمكن نكون خاطئ، ولكن انا تنظن ما بين 10 و15% هما اللي كيستافدوا من هذا، وربما لان عندهم يعني انه كاين الحاجه الى هذا التقاعد، نظرا لانه وهذه مساله يعني موجوده في جميع الدول. هذه المساله ديال لا يعني بانني انا مهتم به، انا واخا يعني ما نبقاش برلماني سوف لن ما غاديش نطلب هذاك التقاعد. هذا قرار ديالي انا شخصيا، وهذا قرار ديال كثير من الناس اللي كنعرفهم اللي كانوا وزراء سابقين. هو ربما سي الحسن هذا الجدل كيدور سواء لا على تقاعد البرلمانيين ولا على تقاعد الوزراء، هو غير اعطاء اشارات ايجابيه للنخيب على انه يكسب ثقه في الفاعل السياسي، وخصوصا اننا كنلاحظوا بعض الخطرات ماشي يعني في حالات كثيره بعض المسؤولين كانوا كيتكلموا على انهم ضد 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 ريع البرلماني او الوزير، ولكن ملي تقلدوا مناصب يعني كبيره ولاو كيطلبوا. ناخذوا المثال ديال السي عبد الرحمن عبد الاله بن كيران، يعني كان في مداخلات برلمانيه كان ضد الريع ضد بزاف، ولكن ملي خرج من الحكومه شفناه كيفاش حصل على الريع بطلب منه. ربما يعني الظاهره في النظر ديالك واش ما كتسيئش؟ هو فاش كدير شي حاجه بقانون ليست ريع، باش كدير شي حاجه هي منظومه، هذه المنظومه ديال التقاعد ديال البرلمانيين دارت بقانون قادات، وداك الشيء علاش تيديروا اقتطاعات؟ ما يمكنلهمش يكونوا اقتطاعات بدون انه يكون سند قانون. الريع فوقاش تيكون؟ الريع هو فاش كتعطي يعني امتيازات بدون قانون، تعطي امتيازات معينه لاشخاص ولكن لا ينظمها القانون. اذا اللي كيسموها ريع ربما يعني ريع ولا يعني. ولكن راه انا تنظن واش هذا السؤال اللي مطروح، وهذا مطروح على الناخب ومطروح على الناس اللي هما غادي ينتخبوا، واش انه الناس اللي كانوا مثلا في مسؤوليه وفي القرار يعني هذه وخرجوا، واش نسمحوا لهم بانه ما يكون عندهم حتى شي دخل الا ما كانش عندهم شي دخل؟ مثلا انسان كان في منصب حساس بحال رئيس الحكومه ولا وزير ولا شي حاجه، ولكن في الاخر يعني من اللي خرج لقى نفسه ما عندوش دخل، والاغلبيه تيكون عندهم دخل هذه، ولكن اللي ما عندوش دخل واش
هذا القرار نتخذه ان نقول له صافي ماشي مشكله، واخا كنت منصب حساس ولا غير ذلك ما عندكش دخل، ماشي مشكله دبر راسك. هذا قرار، ولكن هذا قرار يجب ان يتخذ، وهذا قرار سياسي، والناس اللي غادي يصوتوا خصهم يصوتوا على الناس اللي عندهم هذه الافكار هذه، الا بغاو بانه انه يتم تجاوز هذا المساله. ولكن هذا نقاش راه خصنا نطرحوا هذا النقاش. انا تنظن هذا النقاش هذا خدا اكثر من اللازم، خدا اكثر من الوقت ديالو، لانه الناس يعتبروا لماذا؟ لانه كاين امور اخرى اهم من هذا الشيء، كاين امتيازات ورع موجود وغير ما باينش، لكن اللي واخدين المقالع وكاين اللي واخدين الرخص ديال 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 الصيد في اعالي البحار، وكاين اللي واخدين رخص ديال 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 النقل، وكاين اللي واخدين الرخص لهذه وتدر عليهم الملايير. هذا هو الريع. الا قلتي مثلا واحد من البرلمان راه ما تحيد له هذا، يمكن ما ماشي مشكله، او لو وزير تقول له انه ما تشدش هذاك التقاعد، ولكن راه ماشي هذا هو الاساس. اللي بغى يحارب الريع راه كاين فين كاين الريع، وكاين ومعروف وعنده امور يعني خطيره جدا الريع اللي موجود. وماشي انا ذكرت لك غير ثلاث امثله، هناك امثله عديده وعديده ديال الريع، وهذا هو فين خصنا نشتغلوا. ان شاء الله ربما تكون هذه بدايه لتفكيك هذه المقالع ديال الريع اينما وجدت في المغرب، ونتخلصوا منها بشكل نهائي. السي الحسن، سؤال اخير غادي نطرحه عليك بعيدا عن الاشكاليه ديال تقاعد البرلمانيين وتقاعد الوزراء. كيف تنظر لمستقبل الحكومه القادمه ديال 2021 في سياق هذه الصراعات اللي هي دائره تقريبا ما بين مكونات الاغلبيه، وخصوصا حول نمط الاقتراع تحديدا القاسم الانتخابي اللي كيدور ما بين الحزب اللي كيقود الحكومه وما بين باقي المكونات ديالها؟ هو المكونين الرئيسيين اللي مكونين الحكومه العداله والتنميه والتجمع الوطني الاحرار، يعني بينوا لمده طويله ان الهم ديالهم ماشي هو تدبير الشان العام، ولكن هو هم سياسي انتخابي منذ زمن، وهذا لا مسؤول ماشي ما خصوش يكون. يعني ما يمكنلكش انه تاخذ قرارات داخل الحكومه ومن بعد انه تخرج في اطار حزب معين. واحد الحزب معين خرج بيان ضد الميزانيه اللي صوتوا عليها هما، خرج ضدها بيانا. انا ما فهمتش هذه السورياليه، وهذه يعني نوع من الكافكاويه، انه انت في اطار داخل في الحكومه ومن بعد كتجي وكتصوت على قانون، على القانون التعديلي للماليه في الحكومه، كتجي تتصوت عليه في البرلمان، وبعد ذلك تدير انعقاد ديال المكتب السياسي وتتقول بانه هذيك الميزانيه حنا ضدها وما كانش في مستوى طموحات الشعب المغربي. ما فهمتش هذا هو اللي كيجعل انه الناس ينفروا من السياسه. الى عملتي هذه المساله هذه الناس بدا تنفروا من السياسه، تيقولوا هادو تيتفلاو علينا، هادو دابا حنا موجودين هما في الحكومه بدل انهم يتحملوا مسؤوليتهم وقولوا التضامن الحكومي وحنا كنشتغلوا ويدافعوا على القوانين ديالهم، كيتخواوا على القوانين. راه خرجت في القانون ديال التجار، القانون المشؤوم ديال 2022 ديال تكميم الافواه، القانون ديال التعليم، القانون التعديلي للماليه، وزيد على ذلك قص على ذلك الكثير. اذا انا تنظن انه هذه المساله هذه يجب ان نتجاوزها بالنسبه للحكومه المقبله. اذا كانت حكومه خصها تكون حكومه منسجمه، حكومه مسؤوله. تكون حكومه مسؤوله وتاخذ القرارات، واخا تكون قرارات غير شعبيه تاخذ القرارات ولكن تدافع عليها. ماشي يمكن لك انه ديرها في الحكومه ومن بعد انه تجي في البرلمان ولا امام الراي العام وتتاخذ موقف اللي هو مخالف لهذه المساله هذه. اذا ضروري انه تكون واحد المساله ديال المسؤوليه. بالنسبه للقاسم الانتخابي هي مساله يعني هذا نقاش شنو تيقول النقاش؟ واش من صوت هو القاعده الانتخابيه ولا من هو مسجل هو القاعده الانتخابيه؟ فلسفيا واش هذاك اللي مسجل ومشى ما صوتش واش تياخذ موقف سياسي ولا لا؟ الا كان تياخذ موقف سياسي، واش خصنا نعبروا على القاسم الانتخابي اعتبارا من هذه القاعده ديال المسجلين، ولا فقط من صوت تنقولوا الدرا اللي صوت هو اللي عبر على الراي ديالو، وهذاك الراي ديالو هو الذي يحتسب فيه. هذا نقاش نقاش، ومزيان انه يكون نقاش في هذا الاطار هذا. نعم هناك استعمالات سياسويه، وهناك يعني بعض الامور بعض الناس يرجعوه الكيفية محاولات إعادة هندسة الحق السياسي كما جرى في 2011 و2016 إلى غير ذلك، والتي باءت بالفشل. هي اللي تيديروا هذه المسألة، ولكن أنا تنظن هذا النقاش يجب أن يكون، ويجب أن النقاش أنه نفتحه. ربما غادي كاين اللي تيقول لك غادي يؤدي إلى البلقانة إلا اعتمدنا القاسم الانتخابي هو
يعني المسجلين، ولكن راه في الديمقراطيه راه مهم انه بعض الاحزاب الصغيره تكون عندها تمثيليه كذلك في البرلمان، لان تعطي صوت اخر الى غير ذلك، ما تيبقاوش احزاب مهمين. ولكن كاين اللي تيقول كذلك، وخصنا هذا راي محترم، انه خصنا يكون عندنا احزاب قويه، لان هذه الاحزاب القويه هي اللي غتكون لك اغلبيه قويه. ما يبقاوش عندنا ست الاحزاب بحال دابا، شي كيتضرب في شي، يكون عندنا جوج ولا ثلاثه الاحزاب قويين منسجمين متكتلين وغادي ياخذوا تاخذوا القرارات. هذا كذلك راي يحترم. نتمنى ان يحدث ما هو في صالح المغرب والمغاربه. كلمه اخيره للسي الحسن هاشم، يمكن لك الى شي سؤال ما طرحتوش عليك كنتي تبغي تجاوب على شي. لا انا اللي بغيت نقول، انا بالنسبه لهذه النقاشات اللي كاينه، حذاري من اننا في اطار النقاش السياسي اننا نضربوا المؤسسات. البرلمان راه ديال المغاربه كلهم، راه ماشي ديال كل البرلمانيين اللي جالسين فيه. الا كانوا شي برلمانيين ما تاديوش الوظيفه ديالهم، خصنا نشوفوا شكون هما دوك البرلمانيين. وجايه المناسبه بانه الناخبين هما اللي خصهم ينتقدوهم، الناخبين خصهم انهم هما اللي ما يصوتوش عليهم. هذه الاول. المساله الثانيه، راه المسؤوليه ديال تواجد اي برلماني كما كان في البرلمان ترجع للشعب. اذا هادوك الاخوان اللي تنتقدوا في الفيسبوك، وهذه مزيان الانتقاد ديالهم، مزيان يديروا الكاريكاتير، هذه مساله صحيه سياسيين، ولكن في نفس الوقت خصهم لابد يتذكروا بان هذه راه مسؤوليتهم ومسؤوليتنا كلنا، اننا نديروا برلمانيين اللي مزيانين تما. راه الشعوب التي تتعبى كتطلع برلمانات قويه وتطلع حكومات قويه. الشعوب التي تبقى في الانتظاريه وما كتمشيش تصوت وتتبقى فقط يعني في الانتقاد الى غير ذلك، راه غادي نفس الاسباب. الى ما انا متنتمنى انه في 2021 وفي الانتخابات اللي جايه ما نرجعوش لنفس الوضعيه اللي كنا فيها. هذه الوضعيه ديال انه الناس ساخطه على المؤسسات، الناس ساخطه على النخب، الناس ساخطه على الاحزاب السياسيه، الناس هذه. ولكن راه النخب هما اللي حنا اللي كنختاروهم، والاحزاب السياسيه حنا اللي تنقوهم، والبرلمانيين حنا اللي تنوجدوهم، حنا اللي تنتخبوا عليهم، ولا انتخبنا عليهم هما اللي غيكونوا الحكومه. اذا راه كذلك مسؤوليه تاريخيه عند الشعب بانه يتعبى ويدير هذه ويدير حركات ديال هذه منتقده، تتبغي الشفافيه، تتقول بانه الاجور كلها خصها تعطانا بشكل شفاف، الميزانيات تعطى بشكل شفاف، يكون مشاركه المواطنين في مناقشه الميزانيات على مستوى الجامعات وعلى مستوى الوزارات وعلى مستوى الجهات. هذا هو اللي خصو يكون، خصنا نعطيونا البدائل. ولكن مثلا انه نمشيو في واحد الانتقادات اللي بعد خطرات كثير منها ماشي صحيح وغير ما مبنيش حتى على اسس صحيحه، بحال الصور ديال البرلمانيين المصريين اللي ناعسين، وتقول لك هذو راه البرلمانيين المغاربه ناعسين. هذا غير مفيد، غير مفيد لا للديمقراطيه ولكن ولا حتى اننا نجيب واحد البرلمان اللي هو في المستوى ديال التطلعات ديال الشعب المغربي. اكيد سي الحسن، وكنتمناو ان شاء الله هذه الصوره المسيئه للمؤسسات وهذه وخاصه المؤسسات الشيعيه يعني تتحسن في 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 المحطه المقبله للانتخابات. وكنشكرك بزاف على التجاوب ديالك مع البرنامج، وكنتمناو لك التوفيق في المهام ديالك في البرلمان وفي باقي الوظائف الاخرى. مشاهدينا، بهذا تنتهي حلقه اليوم، ونضرب لكم موعدا في حلقه مقبله ان شاء الله.